عمران يا عمران.
جماعة اليوم كانت هابطة اليوم البارح حنا في الليل حبسوا فينا تكلموا فيا البارح حبسوا فينا اليوم الصباح غير قاطين ولي تهضر معاه واش يقول لك عندها 3 موا وانتم اسكت ريح اسكت ريح اسكت ريح الحق لحقت العظم درك حتى اللي واحد واحد يعاونك نهضر معاك ماذا من اول اخويا تفاعل ان شاء الله حنا ماذا بينا وسمع انشغالات لا كانت عاد زيرة تاع وزارة ضرب ان شاء الله وزير هذا النهار السبت عند الوزير ابتداء من الاسبوع القادم اخويا قال لك انا راح نعيط للمستشفى مريم هذو كي بس العيال ندير معاهم قعده ونتوكل خير ان شاء الله. يكزي جهه من ناس من المسكره الشاويه يدعموا فيها السي ار بي عنده بوان فونت في الجزائر يدعم في السي ار بي السياج تاعو لهنا في بسكره ما يدعمش لي يسبي عنده هذا كله ماهوش كافي نهضر معاك لازمنا ثاني نهار نديروا ليست على التجار هكذا لازم نعيطوا ولا نديروا تليفون ولا نديروا لازم نديروا واللي ما يعاونش الشركة نتاعو راه يفتحها في باطنه يفتحها في صرف زلاني وراه قاعد يعاون وراه يعاون اخويا يروح يمد دراهم ولا يروح ينفيسي كنت لقاو شوف ما كان 200 واحد 20 مليون 20 مليون ما قال عطينا لا 40 لا 50 ما تمدوا الناس راه كيما يقول لهم سيد يا خويا خلصوا لنا راه كيما فاتك معانا كيما خلصوا لنا الجوار ما هذا ما تمدوا الناس دراهم خلاص كتكشفوا شوف شوف حنا قبل كانوا يسيرونا بامر اللي يجي يقول لك حنا اخويا هذا ما يعجبناش انتم الناس كل ما تعجبكمش انتم اللي يسبق طاحت ب 23 مليار طلعت ب 17 مليار ما يعجبكمش رانا نمشوا بلاش ومكلاسين 5 ما نعجبوك وتا تعجبكم لي يزمي بنتو درك الكوار تاعكم تكشفوا الناس باش على درك كانكم راح تقدموا وتدعموا ها ماكمش على الدعم وباين قول بلي راني معارض هز يدك ربي بعد معارض ما تجيش نهار الاخر تبدا تحكي وتقول انا وعاونتو وقبل كلمتو في التليفون خطرة داروها العام اللي فات وماكشفتهمش على ماكشفتهمش في ضربتها بعد جاو كلها والناس كل ولا تجينا انا كنت نعاون وانا كنت ندي فيه وانا كنت نجيب فيه وانا نعرف وانا السنه لازمهم يتكشفوا على فونس الشيخ باش لا جات نقولوا جات بربي سبحانه ما جاتش بهم هما لازم على فونس يتكشفوا انتوما الناس ما تعاونوش فينا الناس يعاونونا عيطنا لهم وكرمناهم وسلمنا لهم على ريصانهم وبالمزيان كثر خيرهم كاين بعض الناس هكا في السوداء يقول لك اني عاونت يا خويا كان عاونت على واحد ناسنا هذوك اللي حابين نكشفوهم باسكو كاين ناس روحوا لهم خويا باش عاونت درت روح اخويا هات برهان كي كنت صادق في كلامك جيب برهان كيفاش انت تقدم لي هذه المساعده وانا نكون جحود قالها السيد هذا ما قدم لنا موقف معنا هي ما كانش منها هي بصح لازمهم هذا من الناس تبان على بكري السنه مش كيما العام اللي فات لازمهم يبانوا على بكري هذا لازم على بكري تبان مش كما الماتش تاع الكروب ونديروا فيها خويا قاعده نديروا فيها برنامج تاع عمل نظفوا بربي ان شاء الله ماشي بخير